ازيكم شباب، واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. والنهاردة ان شاء الله معانا اير كولر من شركة زيجماتيك، يعتبر من الحاجات الهاي اند. النهاردة ان شاء الله هنجربه، هنركبه، هنعمل له ريفيو، هنعمل له انبوكسنج، هنقول على سعره، هنتكلم عن كل حاجة. في نفس الوقت الاير كولر ده يعتبر من الحاجات اللي بتشتغل للهاي اند، الحاجات الكي، بروسيسورات الكي. طبعا يعني نتفق او نختلف، في ناس طبعا بتقول لا انا كنت هات ليكويد كولينج، في ناس قالت لي لا خليك في الاير كولينج، بس انا بصراحه بفضل الاير كولينج عن الليكويد كولينج لاسباب كتيره جدا. طبعا الليكويد كول اوكي، طبعا ممكن يعني يزود التبريد للبروسيسور، بس مشكلته ان انت عشان تجيبه لازم تجيب حاجه غاليه، طبعا مش هتقدر تجيب حاجه رخيصة. مثلا الكراكن الالف والمية وعشرين ميلي او الكراكن المية واربعين ميلي، لما سألت عليه لقيته بس بيبدأ من الف ونص، في حاجات طبعا سوري من الف وسبعمية كمان مش من الف ونص. الحاجات اللي هي الضعيفة الصيني كدي بتبدأ في حدود 1200 1300، وطبعا بما انها جودتها سيئة مش هتضمن ان هي ما تسربش معاك، البامب بتاعته تبوظ، وطبعا كده كده الليكويد كولينج بعد فترة لازم السائل اللي جواه، لان ده حاجة زي الرادياتير كده بيبقى جواه السائل، ممكن يكون املاح، ممكن يحصل له حاجات كتيرة. فبالتالي معرفش، انا شخصيا بحب الاير كولينج، ما بحبش الليكويد كولينج الا بقى لو هتجيب حاجة غالية جدا وماركة غالية يعني. فان شاء الله هنستعرض اللي معانا، تعالوا كده نعمل له انبوكسنج. طبعا شركة زيجماتيك بدأ في السوق بقى لها حوالي يعني حوالي 8 سنين، ليها حاجات كتيرة، ليها كيسات، ليها الكولر بتاعتها، وزي ما انتم شايفين الكولر ده متوافق مع حاجات كتيرة، كل البرامج بتاعت معظم المزارات، زي ما احنا شايفين اول حاجة الأورورا بتاعت الاسوس، وهنا طبعا الار جي بي بتاع الام اس اي، وطبعا مع الار جي بي فيوجن بتاع جيجا بايت واورس، وحتى ازروك يعني تعتبر من الماركات اللي مش منتشره قوي في السوق، بس برضو الكولر بيدعم البرنامج بتاعها بحيث ان انت تقدر تستخدم الادريسابل ار جي بي فيه، لان هو ادريسابل ار جي بي مش مجرد ار جي بي عادي. تعالوا نفتح كده ونشوف هل هو فعلا يركب مع كل حاجه ولا لا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني شكله بريميوم قوي، والخامات بتاعته كلها بريميوم. تعالوا كده بينا نفتح ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. ده وطبعا شويه حاجات كده في الاول، حاطين له ده الكولر نفسه اهو، وعلى فكره وزنه تقيل يعني مش حاجه ضعيفه، ما شاء الله وزنه تقيل يعني. زي ما انتم شايفين ده شكل الكولر نفسه، وهنا طبعا زي ما انتم شايفين هنا هو 6 بايب في الجنب، 6 من هنا و6 من هنا، عشان يضمن طبعا اعلى تبريد للبروسيسور. ودي طبعا بنشيلها ونحط السيرمال بيست بتاعنا هنا اهوت، بحيث ان هو لما يبدا التاور بتاعه الهيت سينك ديت تبدا تبرد، بيبدا البايب ديت بتبدا تبعت درجه الحراره للجزء السفلي ويبدا يبرد البروسيسور بتاعنا. هو ما شاء الله زي ما قلت لكم يعتبر من الحاجات الهاي اند يعني، ومش انا مش عارف هيتركب ازاي يعني، تقيل بصراحه يعني وزنه تقيل قوي على الجهاز. وزي ما قلنا هو ادريسابل ار جي بي، وهحاول اجربه لكم دلوقتي عشان برضو يبقى عندكم فكره. تعالوا نشوف الملحقات اللي معاه، لانه معاه علبه صغيره كده اهي، العلبه دي اكيد طبعا فيها شويه حاجات، تعالوا كده نبص عليها برضو ونشوف فيها ايه. دي طبعا الملحقات اللي موجودة معاه، وزي ما احنا شايفين في مجموعة براكتس، طبعا البراكتس دي انا مش عارف يعني ما شاء الله عاملينها حديد حديد مش حاجة ضعيفة. دي البراكتس اللي معاه طبعا بتركب للاي ام دي والانتل عادي اهو، البراكتس يعني ميتال تمام يعني، بصوا يعني حاجة ميتال، ده الانتل اهي كاتبين حتى عليها هم
انتل والتانيه مكتوب عليها اي ام دي، اللي هي اللي جوه دي اي ام دي واللي بره انتل، بحيث ان احنا هنشوف دلوقتي نحاول نركبه برده مع طبعا مجموعه الكاوتشات، ودي طبعا عشان بتبقى ماسكه حاجه زي الدبل فيس كده رابر عشان تبقى ماسكه في ظهر المذر بورد ما تاثرش على المكثفات بتاعتها والموضوع دوت. ده طبعا البراكتس بتاعه الانتل، براكتس بيركب عليه من فوق بسوست، وما شاء الله كل حاجه يعني تعتبر هاي اند. هنا طبعا زي ما انتم شايفين حاطط لك حته ثيرمال بيست كده صغيره، حاجه يعني استخدام مره واحده، ومعاها حاجه عشان تفردها بيها. ده البراكتس برضو اللي بيركب فيه هو، يعني برضو ده انتل بس بيركب فيه هو، وفي نفس الوقت دي الاي ام جي ودي الانتل. لو انت عايز تجرب عليه مراوح تانية مفيش مشاكل، ممكن تركب عليه مراوح تانية لو عايز. ده بقى الحكاية المهمة في الموضوع كله، انت يا عم ما عندكش، انت عايز تجيب اللي هو الكولر دوت، وفي نفس الوقت انت ما عندكش في المذر هيدر ادريسبل ار جي بي ولا حتى ار جي بي عادي، يعني لا عندك ده ولا عندك ده. طيب هو ما شاء الله حل لك المشكله اهيت، وتقدر ان انت عامل لك مديول كده صغير بيركب ناحيه في الساتا الباور العادي، يعني ده الساتا الباور الساتا العادي اهو، استنى كده عشان يبقى باين، ده الساتا الباور العادي اهو بتركبه فيه، والناحيه الثانيه بتركبه في الجهاز نفسه. ده زي ما نشوفين كنترولر كده صغير منه بتقلب سرعه المراوح، وفي نفس الوقت بتقلب الالوان والمودز بتاعه الادريسابل ار جي بي. فنقطه مهمه جدا، وعلى فكره معظم الناس اللي عملوا ريفيو للكولر دوت ما لقيتش معاهم ديت، مش عارف ليه، فهل هي بتنزل في مصر بس ولا الدنيا ايه مش عارف يعني. طب هتقول لي ايه وانا دلوقتي هفضل بقى كل شويه افتح الكيسه بتاعه المذر وابدا ان انا اغير؟ لا يا عم الدنيا ما فيهاش اي مشاكل، هتطلعها بره زي ما انتم شايفين هو عامل لك سلك طويل، هتطلعها بره حتى حاطط لك دبل فيس عشان تلزقها على الكيسه من بره، وتبدا ان انت تغير واحده واحده. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله، زي ما قلت لكم الخامات هاي اند، خامات بريميوم كلها. وتعالوا كده نجرب نشوف موضوع ازاي نركب اللي هو المديول اللي مديهولنا او الكنترولر الصغير ده، ازاي نركبه وازاي يشتغل معانا، يلا بينا نشوف. طبعا في هنا هنلاقي ناحية فيها اهي، ده طبعا الهيدر بتاع سوري الفيشة بتاعت الادريسابل ار جي بي، هما تلاتة بتخلع ديت كده اهي، بتخلع وعمل لك كاب يعني وحركات عليها، بتخلع كده وتبدأ ان انت تركب التلاتة دول مع بعض وتبدأ تتحكم. وزي ما احنا شايفين هو مطول السلك قوي عشان ان انت تطلعه بره الكيسة، يعني انت بص السلك ده طويل وده طويل اهو، تقدر فيه تفك من هنا وهتفك من هنا، وهتبدأ ان انت تطلعه بره الكيسة، تلزقه على الكيسة، مديك حتى الدبل فيس بتاعه، وتغير المودات، تغير السرعة، تطفي الاضاءة. بصراحة يعني ما شاء الله، لأ جميل جدا. وزي ما احنا شايفين الخامات بتاعته جميلة جدا، غير الحاجات الصيني السكة، وطبعا صيني برضو يعني هي ماركة صيني، بس الخامات جودة الخامات تعتبر احسن شوية. طبعا حاطين برضو جايد سريع كده بحيث ان انت تعرف ازاي تركبه، ومعمول بكذا لغة، هتلاقي فيه برضو منه العربي والانجليزي والكلام ده كله، بيوضح لك طريقة التركيب، حاجة كده يعني فاست انستليشن. تجيب المسامير بتاعته وتبدأ تركب في الانتل اللي هو الداخلي ده اهو، نحاول ان احنا اهي بتبات كده بكل سهولة، وتحط عليها الجزئية اللي هي شكلها كده اهي اهي، بحس ان هي تمسكها اهو، بص دي المفروض بتمسك المسامير عشان المسامير تبدأ تركب فيها بسهولة من ناحية تانية. زي ما انتم شايفين المسمار اهو، اهم حاجة وانت بتركب تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، بص هما هنا اهي ثلاث مستويات، خلي بالك دول مش مستويين، يعني دول ثلاث مستويات، الكبير ده هنا وده هنا، وفي مستوى بسيط في النص انا عايز بس اوضح لكم. فانت هتظبط مثلا المسمار ده هنا، المسمار ده هنا، مش بالسهوله اللي بتبان طبعا في بعض الناس اللي عملوا لها ريفيوهات، لكن زي ما انتم واخدين بالكم هتلاقيها يعني ايه، مش لازم ده يبقى هنا يبقى كله هنا، هو لا ممكن ده يبقى هنا ممكن ده يبقى هنا، فحاول هتظبط، هتتعب شويه لحد ما توصل لاحسن طريقه توصلها بيها، هتخش اهي بكل سهوله في المذر.
بعد ما عملتها اللي هي الحتة اللي في النص اللي بقول لكم عليها. بصوا بكل سهولة دخل في مكانه اهو، وهيبات طبعا هنا. ونبدأ ان احنا من الناحية التانية نعمل له الحتت الرابر ديت، واربع حاجات رابر كده اهي، هنبدأ نركبها له. نحط الحاجات الرابر دي اهي، مش عارف بقى دي عدلتها كده اهي، هي ليها عضلة برضو يعني، هي ليها مكان بتخش منه. خلاص تمام كده ركبنا المجموعة دي. هنركب بقى التاور فوقيها، بس لازم يستحسن تخلع المسامير، يعني تخلع المراوح، سوري، يستحسن ان احنا تخلع المراوح عشان تقدر تركب الموضوع بسهولة. بتفتحوا الجزء ده كده والجزء ده كده اهو، وتبدأ ان انت تطلع المراوح. ده التاور اللي هيركب، وطبعا هنشيل الجزئية دي، اوعى تسيبها بيها لحسن تعمل مشكلة. طبعا زي ما احنا شايفين هو معاه 4، 2 للانتل، دول 2 للانتل و2 لل اي ام دي، مسمارين يركبوا بسهولة. طب ركبنا كده، بنبدأ نركب المسامير اهو، الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط جدا. خلاص كده ركب عندنا، طبعا هنشيل ديت وتبدأ نحط السيرمال بيست بتاعنا بحيث ان هو خلاص كده تمام، هو بات على البروسيسور. بس احنا طبعا لسه، بخلوا بالكم ما شلناش الحتة اللي تحت، انا بس ايه بشوف الدنيا. وهنا برضو هنبدأ بقى نشيل الحتة دي، وزي ما احنا شايفين اهي هنشيل الحتة ديت، وطبعا برضو يمكن نحتاجها بعض كده، نحاول بس ان احنا ايه ننزل بيها، مش عارف بقى وشه من ظهري، عموما ايه مش اشكال وش او ظهر حاليا اهو. انا عايز بس اشوف هل هو فعلا عمل كونتاكت مع القطعة ولا. دي المسامير بتاعته اهو، ده شكل المسمار اهو. ده ان انت تربط، طبعا بنعمل ايه اللي هي كريس كروس كده، يعني كده ده مع ده اهو، ده الشكل النهائي، وهيبقى كده بالظبط في ده شكله كده بعد ما ركب، وده شكله من الظهر اهو، ماسك في الجزء بتاع الظهر. طبعا ما شاء الله ماسك تمام اهو، مفيش حاجه اهو، تمام ما شاء الله. فانا هضطر ان اشيل حتى الرامه دي كده اهو، بحيث ان انا اركبه وارجع اركب الرامه تاني. المروحه دي مثلا اهي، ظبط كده الاسلاك بس ماشي، نحاول نركبها، وبعد كده نركب الرام، لأن خلاص يعني حاطه فيها تمام، يعني بينه وبين الرامة اهو مفيش اهو. بص يعني الصباع الصغير كمان، يدوبك الصباع الصغير بينه وبين الرامة. نركب المروحة التانية بالمرة، ودي بقى المشكلة الكبيرة، ان دي بقى مش هتركب خالص، لأنه اللي هي الجزء بتاع الهيت سينك ده، بص خبط فيه، بصوا بقى الحته دي، بصوا هنا الهيت سينك خابط في المروحه، اللي هو دي بقى مش هتركب الا نرفع لها بقى الجزء ده. طيب هم تقريبا كانوا عارفين ان المروحه مش هتركب بالبراكتس اللي هم جايبينها، الحديد ولا البلاستيك دي، كانوا عارفين انها مش هتركب، فركبت بس بالسلك اللي معاه. طب تمام ركبناه اهوت، بس ركبنا ناحيه بالسلك دوت، عايز اوريكم بس ناحيه اهو بالسلك ده وناحيه عادي. وطبعا انت البراكتس اللي معاه ديت، هنا بقى شلت انا المروحه اللي هي بتاعت الكولر، شلت المروحه بتاعت الكولر الثانيه وركبت مروحه صغنونه زي ما انتم شايفين، دي 12 سنتي، دي اقل من 12 سنتي ولا ايه، يعني دي حوالي مش فاكر بالظبط، بس دي حوالي 10 سنتي يعني. الثانية ديت اللي هي بتاعت دي 120 او 12 سنتي، اللي هي المقاس بتاعها، او 120 ملي زي ما بيقولوا، ودي 10 ملي، فالدنيا لذيذة مفيش مشاكل. برضو نفس الحكاية، دي هتدي الهواء، الهواء هيدخل من هنا، دي هتخرج الهواء من الناحية التانية، ويبدأ ان هو دي برضو هتخرج على الجهاز، ومدي برضو زي ما انتم شايفين في واحدة فوق اهي. زي ما انتم شايفين يا شباب، الحمد لله خلاص ركبناه، وطبعا ده الشكل النهائي اللي انا قدرت اوصل له، ان نخلي مروحه
راكبه فيه ومروحه تانية راكبه في الكيسه من ورا، عملتها اكزوست برضو، لان طبعا المروحه اللي راكبه في الكيسه الناحيه الشمال ديت اللي هي المروحه الاصليه دي ديت عامله بتخبط في الفيرا في سوري في في الهيت سينك اللي على الفيرام، فطبعا مش هينفع، خايف لحسن تعمل مثلا مشكله ولا حاجه، فنقلتها ورا وحطيت كده كده مروحه تانية، وده الشكل النهائي. تعالوا بقى نشوف درجه حراره الغرفه كام، وهو في الريندر على البريمير عمل كام، لان انا طبعا في الريندر على البريمير كان بيوصل ل 87، مجرد بس ما ادوس اوكي كده هو بيوصل ل 87، ودرجه الخمول بتاعته كانت من 54 ل 52 ل 54. لكن بعد ما ركبناه وعملنا كل حاجة، تعالوا نشوف درجة حرارة الغرفة كام وهو وصل لكام، بحيث ان انتوا يبقى عندكم فكرة عن كل شيء. ويلا بينا نشوف الموضوع ده. وطبعا زي ما انتوا شايفين معانا في الترمومتر اللي هو الابيض دوت، دي درجة حرارة الغرفة ودي درجة حرارته حاليا وهو بيعمل ريندر على البريمير. طبعا زي ما بقول لكم كان بيوصل ل 87، فما شاء الله ان هو يوصل لدرجات الحرارة ديت. فلا طبعا كده يعتبر الاير كولر ده فعلا خلى البروسيسور يبقى تمام. وانا طبعا بستخدم بروسيسور الاي 5 ال 11400 الاف، وان شاء الله في حلقه هتلاقي الحلقه بتاعته في القناه عندنا قبل الحلقه دي بحلقتين ثلاثه، هتلاقي الحلقه بتاعته وشرحين كل حاجه عليه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.